مصر بينضم لي على التليفون مهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بيك، صباح الخير يا أستاذ شريف. إزاي؟ صباح الخير يا فندم، إزاي حضرتك؟ بخير والله. عايز أعرف تفاصيل فنية عن أهمية صناعة البتروكيماويات وإيه اللي هتدخله لمصر، وهذا المجمع بالتحديد كأكبر مجمع لصناعة البتروكيماويات في الشرق الأوسط. بداية نعرف صناعة البتروكيماويات إن هي الصناعات التحويلية القائمة على الغاز ومشتقاته أو ومشتقات البترول أيضا. صناعة البتروكيماويات بدأت في العالم في نهاية القرن الـ18، ثم وبدأت في مصر في سنة 1947 بمجمع لإنتاج اليوريا في منطقة عتاقة بالعين السخنة أنشأه عبود باشا. فلا ذلك إنه بدينا نعمل صناعة بتروكيماويات في مصر عشان نحسن من اقتصاديات بعض معامل التكرير. فبدينا نشوف في وحدة لإنتاج مادة اسمها الألكايل بنزين الخطي في العمرية، اتعملت لتحسين اقتصاديات المصنع في سنة في الستينات، ثم تلا ذلك في السبعينات ابتدى يحصل مصانع زي طلخة وأبو قير والحاجات دي. في الثمانينات شركة البتروكيماويات المصرية سنة 87، في التسعينات ابتدينا نشوف شركة سيدي كرير والشرقيون للبتروكيماويات. القصة ما كانتش ماشية بمعدلات كويسة، كل 10-12 سنة مثلا نعمل مصنع، إلى أن وزارة البترول تنبهت لهذا في سنة 2001 وبدنا نعمل ما يسمى بالخطة القومية للبتروكيماويات في مصر. دي خطة مدتها 20 سنة تضم 24 مشروع، استثماراتها كانت متقدرية في حدود 20 مليار دولار. بناء على كده بدنا نقسم الخطة دي لثلاث مراحل، كل مرحلة نحط فيها 7-8 مشروعات عشان يتعملوا على 6-7 سنين. الغرض من صناعة البتروكيماويات ايه؟ نمرة واحد، تعظيم القيمة المضافة لموادك الطبيعية. لو نتخيل انه طن الغاز الطبيعي مثلا ثمنه 300 دولار، لما ناخد منه قطفة اللي هي الايثين ونحولها لايثيلين نلاقي انه ثمن الطن يصل الى 700 دولار. ناخد الايثيلين ده نحوله الى بولي ايثيلين نلاقي ان الطن بيصل الى 1400-1500 دولار. هتاخد البولي ايثيلين ده تصنع منه بقى حاجات تانية، مواسير لعب اطفال، دعامات قلب وخلافه، ممكن الطن يوصل معاك لاكثر من 15000 دولار. فشوف القيمه المضافه التي تتحقق لمواردك الطبيعيه. يعني نقدر نقول ان هذه الصناعه معالي الوزير بتعمل دخل قومي في حد ذاته للبلد. طبعا. يقدر كده بالمليارات. دي اول حاجه يا استاذ شريف اللي احنا بنتكلم عليها، القيمه المضافه لمواردك الطبيعيه. نيجي نتكلم في نمره 2، انت تتيح فرص عمل كبيره جدا، لان القيمه المضافه لصناعه البتروكيماويات مش في انتاج المواد البتروكيماويات الرئيسيه زي ما كنا بنقول، ولكن في انتاج المواد التكميليه. كل معظم مكونات السيارات، القمصان البوليستر، الكوتشيات، الكمبيوترات، الحاجات دي. فانت بكده بتخلق ملايين فرص العمل. بلد زي كوريا مثلا لما بدت فيها الصناعه سنه 72 بدت بمجمعين للبتروكيماويات، النهارده بقوا 9 مجمعات. المجمعات دي هي اللي حطت كوريا على خريطه الاقتصاد العالمي، وهي اللي خلت تحولت كوريا من بلد ميزانها التجاري بالسالب لميزان تجاري بالموجب. النهارده تركيا بتصدر باكثر من 500 مليار دولار منتجات قايمه على صناعه البتروكيماويات. الحاجه الثالثه، انت بتعمل حاجة اسمها توطين للتكنولوجيا. تتميز صناعة البتروكيماويات بانها صناعة متقدمة جدا ومعقدة الى قدر ما، وبالتالي الناس اللي بتتعامل معاها لازم تبقى ناس على قدر مستواها. مصر الحمد لله هذه الصناعة بقالها فيها كتير، وعشان كده نجد انه الناس اللي شغالين في هذه الصناعة في مصر بيتخطف بره. الحاجة اللي بعد كده انت بتبتدي تعمل منتجات. يعني لو نذكر النهارده الاخ وزير بتقول هو بيتكلم على مشروعات الخطه، مشروعات الخطه تستهدف ان انت بدل ما كنت بتنتج 500 مليون طن مثلا في 500000 طن في سنه 2001، انت مستهدف انك توصل بالانتاج ده ل 15 مليون طن بنهايه الخطه القوميه، يعني بتتكلم في 30 ضعف. بدل ما كان عندك استثمارات بتعمل تصدير في حدود 120-130 مليون دولار في السنة، انت مستهدف انك تنتج منتجات قيمتها تصل الى اكتر من 15 مليار دولار، نصهم على الاقل للتصدير. ميزة صناعة البتروكيماويات هنا ايه؟ انها مش صناعة انت بتعملها وتستهلك كل انتاجها محلي، لا، ده انت تقدر تصدر
وتوفر العمله الصعبه بتاعت استيراد الخامات اللي انت بتستوردها، وتقدر كمان ان انت تستخدم عمله صعبه تساعد في بناء الاحتياط النقدي بتاعك. فصناعه البتروكيماويات هي احدى الصناعات الاهم جدا في عصب الحياه. يعني بدل يعني اقدر اقول ببساطه كده يعتمد على صناعه البتروكيماويات. لو احنا بنشوف مثلا المواد الطبيعيه النابضه زي القطن زي الخشب زي الحديد وزي النحاس والحاجات دي والازاز، هتلاقي بدائلها ايه؟ القمصان النهارده كلها بقت بوليستر، التيشيرتات والبلوفرات الصيفي، البلوفرات الشتوي والحاجات دي تعمل من ماده اسمها الاكريل فايبر. المواسير بدل ما بنصنعها من حديد ونحاس بقينا بنصنعها من قصص ثانيه من البولي ايثيلين زي بتاع النهارده والبي في سي. الخشب عندنا الاخشاب الصناعيه، المطاط يعني احد منتجات المصنع بتاع النهارده ان انت بتتكلم في المطاط اللي بينشا من صناعه البتروكيماويات. كل هذه المواد واكثر تساعد في انك تقدر تخفض قيمه الفاتوره بتاعت الاستيراد من المنتجات القائمه على البتروكيماويات، وتقدر ان انت تضخ السوق المحليه دولار نتيجه تصدير، نتيجه انك وكمان تقدر تعلي زي ما بنقول القصه التكنولوجيه، توطين التكنولوجيا بتاعت هذه الصناعه في مصر. تمام، احنا بنستهدف كارقام بقى معالي الوزير، بنستهدف كام مدخلات وكم مخرجات؟ يعني احنا عملنا هذه الصناعه كلفتنا كام علشان ترجع لنا كام مثلا او تجيب لنا كام؟ مشروع ده اللي بنتكلم عليه النهارده ده مشروع واحد من المشاريع العملاقه اللي اتعملت في مصر في الفتره الاخيره وفي منطقه الشرق الاوسط. استثمارات المشروع تبلغ 1.9 مليار دولار. تخيل الاستثمارات دي كلها استثمارات حطها بنوك محليه، وبالتالي العائد بتاعها من الاستثمارات يرجع لها بالدولار برضه. فتخيل القيمه الممتازه من للبنوك من عائد هذه المشروعات اللي بنسميها مشروعات لعصب الحياه. موجود بينتج ماده في حدود 400,000 طن من ماده الايثيلين، ويمكن تحويل جزء كبير منهم لبولي ايثيلين، زائد جزء من البيوتادين اللي بيتعمل منه اطارات السيارات. لو نشوف الانتاج اللي بيطلع النهارده احنا بنتكلم في 400,000 طن. لما نيجي نشوف متوسط سعر الطن مثلا 1500 دولار، فانت بتتكلم في عائد سنوي 600 مليون دولار من ماده طبيعيه انت بتنتجها في مصر. ايا كان المصروفات اللي هتسددها بالدولار فهيبقى في فائض يعود الى الدوله من نتيجه من هذا الدولار. لما بيجي نشوف من البعد البيئي زي الاخ وزير البيئه لما تحدث، هذا المشروع من المشروعات اللي عملت دي طفره في مجال البيئه نتيجه ان هو عمل حاجه اسمها تدوير كامل لمخلفات الصرف الصناعي. هذا التدوير الكامل لمخلفات الصرف الصناعي لتاني مره الحقيقه بتعمل المشروع الاولاني عملناه في شركه تبويل الاسمده، وده تاني مره، بما يضمن تخفيف العبء الصناعي على المجاري المائيه. ايضا في تدوير كامل للصرف دوت بيخلي انه كميه استرجاع المياه يوفر في المياه المستخدمه في الصناعه لانه بيستخدم جزء كبير منها. كل هذه الامور الحقيقه يعني حاجات جميله محطوطه في هذا المشروع. زي ما بنقول احنا حاطين استثمارات 1.9 مليار، في عندنا عائد سنوي 600 مليون دولار. لو هو هيسدد نصه كل سنه فهذه الاستثمارات معناها باختصار شديد انه الاستثمارات ديت فيه تقريبا 1 مليار دولار محطوط قروض، فانت بتتكلم على استرجاع ثمن المشروع ما بين 5 إلى 7 سنوات، شيء ممتاز. وبعد كده يبقى المشروع بالنسبه لك عباره عن كاش ماشين، انت عندك بتاع مكنه بتاع فلوس بتولد لك فلوس دولار، حاجه محترمه جدا. فكل هذه الامور الحقيقه تستحق الاشاده ان قطاع البترول بيقدر ان هو يعني ينشئ صناعات ذات قيمه وجدوى اقتصاديه للبلد وللمواطن، تقدر انها تسد حاجته ان شاء الله. تمام، حضرتك بتدعم فكره البنوك الوطنيه والاستثمار في هذا القطاع، استثمار البنوك الوطنيه في هذا القطاع؟ طبعا طبعا، البنوك الوطنيه داخله في مشروعات زي ما احنا شايفين، ده مشروع بنسميه يعني مضمون المكسب ان شاء الله، وبالتالي البنوك الوطنيه ما بتحطش فلوسها في حاجات فيها خطوره، لا ده مشروع اهو جيد جدا واقتصادياته عاليه وربحياته ان شاء الله جيده، فده بيساعد البنوك الوطنيه انها تقدر، حتى البنوك الوطنيه تقدر تساعدك بقى في حاجات ثانيه. يعني انت النهارده مثلا محتاج ان انت تجيب محطات كهرباء، بتجيب محطات كهرباء بالدولار، عايز تسدد ثمنها، هتسدد ثمنها منين؟
لازم يكون في عندك دخل. لانك كل انتاج الكهرباء انت بتبيعه بالجنيه المصري، فالقصه هنا لازم يكون في عندك دخل دولار بديل من حته ثانيه، زي قناه السويس انت عندك كل ايراد قناه السويس جاي بالدولار تقدر توديه في حته ثانيه، ايراد السياحه برضه، المنتجات البتروكيماويه اللي زي كده، واهم حاجه زي ما بنقول فيها حل مشكله البطاله. انت لما كنت لسه اسال حضرتك كام بقى بيشتغل قد ايه؟ كل مصنع من دول في الصناعه بتاعت البتروكيماويات في الـ في الـ في العماله المباشره يقابلوا 20 واحد يشتغلوا بره في عماله غير مباشره، يعني لو قلنا المصنع دوت هيشغل 1000 واحد فدي معناها ان في 10000 واحد هيجدوا فرصه عمل من وراه في حاجات اخرى. فلك ان تتخيل كل هذه المزايا التي تنشا. محور قناه السويس، تنميه محور قناه السويس احد الحاجات الكبيره اللي بتتعمل هناك، مصنع كبير للبتروكيماويات برضه بحيث ان هو يحط المنطقه ديت على خريطه الصناعات الصغيره والمتوسطه في وخاصه التصدير. فان شاء الله يعني ربنا يوفق الجهود ويحسن الاوضاع ان شاء الله. معالي الوزير، يعني مصر متجهه في الفتره القادمه للتخصص في صناعات محدده ولا زي دول كتيرة الحقيقة متقدمة؟ حضرتك تلاقي أن هذه الدول متخصصة في صناعات محددة هي اللي عندها فيها تفوق عالي وبتصدرها بنسبة كبيرة وبتعتمد عليها في الدخل القومي. نقدر نقول أن مصر في صناعة البتروكيماويات على سبيل المثال ناوية تدخل في تخصص قوي في هذه الصناعة بحيث أنها تعتمد على هذه الصناعة؟ طبعا احنا النهاردة انتاجنا من البتروكيماويات وصل حوالي 4.5 مليون طن في السنة او 5 مليون طن في السنه، وده رقم يضعنا على طبعا في مرتبه متقدمه جدا بالنسبه لصناعه البتروكيماويات في العالم، لكنه لسه مش ده الرقم اللي في طموحاتنا، لان ما هو موجود عندنا من منتجات بتروليه، ويمكن الاخ برضه وزير البترول النهارده اشار لها كده بطريقه غير مباشره لما قال ان احنا معظم انتاج الغاز ان لم يكن كله المحلي موجه النهارده لتوليد الكهرباء. تخيل لو ال 4 مليار قدم مكعب غاز دول احنا وجهناهم لصناعه البتروكيماويات بدل ما نحرقهم، نعظم قيمتهم وننشئ من وراهم كذا وكذا وكذا وكذا. ويمكن اشار هو استاذ الرئيس في تعليقه الى ضروره ترشيد الاستهلاك، مش بغرض ترشيد الاستهلاك بس، لكن لدعم صناعات اخرى ذات قيمه مضافه عاليه زي صناعه البتروكيماويات. فاحنا بنرجو ان شاء الله في الفتره القادمه انه يحصل عندنا شيء من ترشيد استهلاك المواد الرئيسيه والاساسيه في البترول عشان نقدر نوجهها لصناعات القيمة المضافة زي صناعة البتروكيماويات. هي دي الحاجة الوحيدة اللي هترفع اقتصاد مصر في الفترة الجاية، الصناعات التحويلية وخاصة صناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على صناعة البتروكيماويات. هننافس مين برا؟ هننافس مين؟ او مين في الشرق الاوسط؟ يعني انت تخيل ان انت في عندك افريقيا بالكامل مفيش حد فيها زيك. ممتاز. فلو انت فلو عندك سوق كبير الاول في مصر قوامه 90 مليون مواطن، انت محتاج تسد هذا السوق لان السوق ده مازال يستورد اكثر من 60-70% من احتياجاته من الخارج. نمره 2 عندك دول افريقيا بالكامل ما فيهاش صناعه بتروكيماويات، فانت محتاج ان انت تغطيها بما لك من اتفاقيات تبادل تجاري معاها بتعفيك من جمارك وضرائب من خلال اتفاقيه الكوميسا مثلا. فانت النهارده يعني المنافسه بالنسبه لك سهله جدا. لو استنينا شويه لغايه اما بلاد ثانيه تبتدي تخش في هذا الموضوع هنبتدي نصعب على نفسنا الدنيا ونبتدي نخش بقى في ايه؟ في قصص ان يبقى المنافسه فيها ثقيله وصعب. فطبعا احنا النهارده ظروفنا احسن، وكل ما انت بتحط مصنع على الارض بدري ده بيمنع غيرك انه يفكر يخش معاك في حاجه زي كده. تمام، ممتاز. يعني كان وزير البترول تحدث عن مصنع يشكل نقله نوعيه هيكون في مستورد، حضرتك عندك تفاصيل اكتر عن الموضوع ده؟ ده معمل تكرير بترول اسمه شركه القاهره لتكرير البترول. هذا المصنع تم، ده عباره عن مصنع شركه النفط للبترول لما اتضرب ايام العدوان ايام عدوان 67 واتنقل الى القاهره، فهو معمول بتكنولوجيا قديمه جدا، التكنولوجيا وكان موجود في اخر البلد في مستورد. طبعا البيوت زي حافه الاغواص لغايه عنده الشاشه بتاعته زي ما بنقول عملناها تحديث مرتين. الشاشه بتاعته زادت يتعمل فيه تحويل لبعض التكنولوجيات القديمه الى تكنولوجيات جديده، بقينا ندخل فيه عوامل الحفاظ على البيئه زي ما اتكلمنا في مشروع النهارده، فاتنقلت بعض الوحدات من هناك الى منطقه اخرى. هذا المشروع هيأثر المقطرات الثقيله اللي هي القطران ومشتقاته
وهيطلع منها منتجات خفيفة معالجة، فده هيساعد كتير في تحسين البيئة في هذه المنطقة. هذا المشروع برضو من أكبر المشروعات اللي بيتعمل في مصر حاليا، استثماراته يمكن 3.5 إلى 4 مليار دولار. مفترض أنه هو كان يخلص من سنتين، لكن بعض الأحداث والاحتجاجات والاعتصامات حالت دون اكتماله، فإن شاء الله نتعشى من هو على نص السنة الجاية، يعني في 2017 نص 2017 هيسد حاجة مصر من كتير من احتياجاتها من البنزين ومن السولار، لأنه هيحول المنتجات الثقيلة إلى منتجات خفيفة قبل الاستهلاك في السوق المحلي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لكل التفاصيل وكل المعلومات اللي حضرتك الوافية الحقيقة اللي حضرتك تفضلت بيها. بشكرك شكرا جزيلا مهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق.